البطولة دي بالنسبة لي كانت حاجة مهمة جدا ان انا انزل اصور فيها، علشان يعني انا كنت عايزة اثبت نفسي في التصوير الرياضي، لان الرياضة دي حاجة انا بحبها جدا. فكرة انه يتقال هل ينفع البنات يصوروا كورة؟ طبعا اي مصور عنده رؤية وعايز يحكي حكاية يعني بالصور يقدر يعمل ده، سواء ولد او بنت. فطبيعي انه في بنات يبقى عندهم شغف هم كمان بفكرة التصوير الرياضي ويكونوا موجودين في الملعب. احنا مش مكاننا في المطبخ، لا الكلمه دي انا ضدها تماما. ببقى ساعات شويه يعني بيبقى عندهم حق، في بنات كتير تجه المجال الكوره، بس في التصوير الرياضي لا، احنا مش مكاننا في المطبخ، احنا مكاننا في الملعب. الحمد لله نغطي كاس العالم، مثل ما اول مره كنشارك في بطوله كاس افريقيا، وان شاء الله ندير تغطيه لكاس العالم، لماذا لا.